حضرت النبی المصطفیٰ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ وذریته واہل بیتہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فی قول اللہ لہم الفاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد ویاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم آمين إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنف المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني سيح لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين خصوصا روحي بابك هارتوكو راهارجو اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ووسع مدخله يدخل في الجنة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين khususan orang tuanya masing-masing, bapak ibunya masing-masing, sesepuhnya masing-masing, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, sa'ulillahi lahumul fatiha, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, malik yaumiddin, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim wa غير المغضوب عليهم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب أبصره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما وعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا
قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها أخرجنا منها حبا ومنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تعودهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم ونبعوا في السور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في زهل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم
وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نهدم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يهلك مثلهم بلى وهو إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي ولل بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم
الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو لا تعهده سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وازع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله أفضل ذكر واعلم أنه لا إله إلا أي موجود لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله 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 لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا
محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا الله يا رحمن يا الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. الحمد لله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. رب زدنا علما وزدنا رزقي وبارك فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلنا وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين كثيرا نواله يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال ممتيا بلا مثال فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال. اللهم أكرمنا بنور الفهم والحفظ ورزقنا الحكمة وإلهم الملائكة المقربين وعمل المقبولا في الليل والنهار يا أرحم الراحمين. اللهم إنك آمن من كل شيء وكل شيء خائف منك فبأمنك آمنا مما أخاف وأحذر. ألذن بنا في أمورنا كلها كما تحب وربنا في دنيانا وآخرتنا واسترنا بسترك الجميل سترته على ذاتك فلا عين ترائك ولا يد تصل إليك برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقك وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجئي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. اللهم صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. Ayah, kan ku ingat selalu.